بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة عن النتورك لاير. احنا كنا اتكلمنا قبل كده وقلنا ان الـ OSI موديل الخاص بالنتورك بيتكلم على 7 لايرز. اتكلمنا على الابليكيشن والبرزنتيشن والسيشن دول مع بعض، واتكلمنا على الترانسبورت. النهارده هنتكلم على نتورك لاير، اللي هي لاير رقم 3 من تحت، اسمها النتورك لاير. المرة اللي فاتت اتكلمنا على الترانسبورت لاير، والمرة دي هنتكلم على النتورك لاير. التوبكس اللي احنا هنغطيها في المحاضرة دي هي ايه النتورك لاير كاركترستكس. هنشرح فيها ازاي النتورك لاير بتستخدم الاي بي بروتوكول. الاي بي اختصار لكلمه الانترنت بروتوكول، عشان تعمل عمليه الريلابل كوميونيكيشن. النتورك لاير اللي هي يعني نتورك تو نتورك كوميونيكيشن، عمليه اتصال ما بين نتورك لنتورك تاني. هنتكلم برضو في المحاضره دي عن الاي بي فيرجن 4 باكيت. ايه هي تكوينه الاي بي فيرجن 4؟ يعني هم في اتنين من بروتوكولز في اللاير دي، يا اما بي اي بي فيرجن 4، يا اما في 4، يا اما اي بي في 6 باكيت. دي التطور بتاع في 4. ده بروتوكول وده بروتوكول اللي هنتكلم عليهم برضو خلال المحاضره دي. وهنتكلم ازاي عمليه الراوتنج بتتم. احنا عارفين ان اللاير 3 دي هي اللاير اللي فيها الراوتر، واللاير 2 اللاير اللي فيها السويتش. اللاير 3 هي بقى فيها بيتم فيها عمليه الراوتنج ما بين النتوركس وبعضها، ما بين الشبكات وبعضها. وهنتكلم برضو ازاي بيعمل الهوست روتس يعني، وهنتكلم على الراوترز عموما وتركيبتها من الداخل، ونتكلم شويه عن السيسكو راوترز. ادي النتورك لاير اهي بتتكلم. هو بيقول لي ان الكوميونيكيشن بين النتورك مثلا السندر والريسيفر بيبقى من الفيزيكال، انما بقيه الحاجات بتبقى يعني الاو اس اي او التي سي بي اي بي. ده لير بروتوكول، كل بروتوكول بيكلم اللير اللي تحت منه اثناء السندنج، وكل لير بتضيف الهيدر المناسب لعمليه الدور بتاعها في البروتوكول عموما يعني. فيبقى اذا التي سي بي اي بي ده عباره عن لاير بروتوكول، وكل بروتوكول بيضيف هيدر. هيدر يعني اكسترا اوفر هيد داتا، على البيانات، على البيانات اللي المطلوب ارسالها عشان تسهل عمليه النقل يعني. زي ما كنا انا عايز ابعت جواب، والجواب بضطر احطه في ظرف، والظرف احط عليه بوسطه، والبوسطه اكتب عليه الادرس. كل دي اسمها هيدرز، بتضيفها مجموعه من اللايرز. كل لاير بيضيف هيدر عشان يسهل عمليه النقل والكوميونيكيشن بين النتوركس وبعضها. تمام. طيب النتورك لاير في الكوميونيكيشن دورها ايه؟ بيبقى فيه سندر وفي ريسيفر، كل واحد ليه ادرس اي بي. ويبقى هوست عايز يبعت باكيت لهوست تاني، ويبقى فيه مجموعه من الراوترز. ده رمز الراوتر على فكره. الراوتر ده جهاز شغلته يريسيف الباكيت ويشوف لها روت او طريق عشان توصل للريسيفر. طيب ايه بقى النتورك لاير دورها ايه؟ النتورك لاير بروفايد سيرفيسز ذات الاو ان ديفايس تو اكسشينج داتا اكروس ذا نتورك. يعني ده بروتوكول ليه مجموعه من الادوار. اول حاجه بيعمل ادريسنج اوف ذا اند اوف ذا ديفايس، بيعمل انكابسوليشن. الانكابسوليشن ده يعني بيقول لك البروتوكول ذا بروتوكول داتا يونت فروم ذا ترانسبورت لاير انكابسوليتد باي ادينج اي تي هيدر. بيحط الاي بي اس في اي بي هيدر انكلودينج السورس والديستنيشن بتوع الادريسز. بضيف شويه هيدرز، والهيدرز دي ليها تركيبه معينه طبقا للفيرجن بتاع الاي بي اللي انا شغال عليه. يعني تركيبه الاي بي في 4 غير تركيبه الاي بي في 6. وبعد كده من البروسيسز اللي بنعملها في النتورك دي اللي هي عمليه الراوتنج. الراوتنج ان النتورك لاير بروفايد سيرفيسز تو دايركت باكيت تو ذا اذر نتوركس عشان تنقل
باكت من نتورك للنتورك، فلازم تحدد لها الروت. اختار الروت يبقى ده اسمه الراوتنج. اللي دي انكابسوليشن، ده عند الديستنيشن بقى، ببتدي في لير اللي هي عند الديستنيشن، انا بحط هيدر وبعدين هو استقبلها، فهو دي كابسوليشن بيشيل بقى الهيدرز اللي حاططها السورس، وبعد كده ينقلها لللير الاعلى. ده عند الديستنيشن مش عند السورس. طيب في مجموعه في مجموعه من النتورك بروتوكولز، احنا مهتمين بس باي بي فيرجن 4 واي بي فيرجن 6. في كان مجموعه من الليجاسي نتوركس لايرز بروتوكول مش هنتكلم عليها في الكورس ده، لان كان قبل كده كان في بعض الشركات كتير عملت بروتوكولز مختلفه لعمليه النتورك، بس احنا مهتمين في المحاضره دي او في الكورس ده بالتو بروتوكولز الاي بي في 5 والاي بي في 6. دول التو بروتوكولز اللي احنا هنتكلم عليهم خلال المحاضره دي او خلال السيشن ده. طيب ايه بقى هي عمليه الانكابسوليشن؟ زي ما احنا بنشوف في الرسمه اهي، الترانسبورت لاير عاطيه لك سيجمنت هيدر والديتا، قمت انت معتبرها كلها هي البيانات بتاعت اللاير اللي تحت منها اللي هي النتورك لاير، وحطيت ما يسمى الاي بي هيدر. يبقى انا اتنقلت اهو من لاير اعلى للاير اقل للاير تحت، فضفت الهيدر اسمه الاي بي هيدر، ودي الفكره اللي انا كنت بتكلم عليها، ان النتورك لاير اللي هو البروتوكول داتا يونت بيساوي الاي بي باكت، ده اللي هو اللي هتطلع منه اللي هتطلع منه الاي بي باكت. على فكره الاي بي هيدر مع الداتا اللي جايه له من الترانسبورت لاير دي اسمها الاي بي باكت. يبقى الاي بي باكت هو الاي بي هيدر اللي انا هضيفه في اللاير بتاعت النتورك بالاضافه للبيانات اللي جايه لي من اللاير الاعلى اللي هي اصلا كانت سيجمنت هيدر، بالاضافه للبيانات اللي انا عايز ارسلها. ده فكره اللاير بروتوكول اللي انا اتكلمت عنه، ان كل لاير بتنزل من فوق لتحت بيتضاف لها هيدر. انا في اللاير دي هضيف ما يسمى الاي بي هيدر، وبعد ما الاي بي هيدر ده يضاف على الداتا اللي هي جايه من اللاير الاعلى بسميه ده الاي بي باكت. فهو بيقول ايه بقى؟ at the network layer IP encapsulates the transport layer segment، مسمينها segment على فكره. يبقى اذا في layer 3 بسميها باكيت، في layer 4 اللي فوق اللي هي transport بسميها segment. هو بياخد ال segment by adding IP header for the purpose of delivery، بيحط ال IP header عشان عمليه النقل بين الشبكات. ال IP header بيفضل زي ما هو طالما انت بتنقل بيانات من السورس للديستنيشن. عملية البروسيس بتاعت الانكابسوليشن layer to enable the services at different layer to the scale without affecting the other layers. برضو بيبقى فيها معلومات عن عملية الراوتينج وعملية الامبلمنتيشن بتاع عملية الراوتينج. طيب ايه الكاركترستكس بتاعت الاي بي؟ زي ما احنا شايفين اهو الاي بي هيدر ده هو بسميه ده كونكشن ليس. No connection with the destination is established before the sending the data packets. الباكتس ملهاش كونكشن معين، ما بيحافظش على فكره ال يعني الاي بي ده بيسموه كونكشن ليس بروتوكول، انما فكره ان الباكت توصل وما توصلش دي في البروتوكول الاعلى منه. فهو بيقول له اي بي واز ديزايند از ا بروتوكول ويز لو اوفر هيد، ات بروفايدز اونلي ذا فانكشن ريكوايرد تو ديليفر ا باكت فروم سورس تو ديستنيشن. الاي بي باكت سنت تو ديستنيشن ويزاوت بيريو استابليشمنت اوف كونكشن. مش بظبط الكونكشن وبعدين ابعت الباكت، ده انا ببعت الباكت وما اعرفش هتمشي على انه كونكشن، على انه روت. اللي بيحدد لها الروت اللي هو الراوتر، يبقى انا ببعت الباكت وما ليش علاقه هي هتمشي في انه طريق. الاي بي بروتوكول ما هوش ديزاين تو تراك اند مانج ذا فلو اوف باكتس، مش بيتتبع الباكتس. الفانكشنز اف ريكوايرد ار برفورمد باي ذا اذر لاير، اللي مسؤول عن انه يتتبع الباكتس ويعرف وصلت ولا ما وصلتش، ويجي له المسج اذا كانت وصلت ولا لا، ده التي سي بي اللي هو اللير الاعلى منه. طيب يبقى انا دلوقتي اتكلمنا عن الكاركترستكس. برضو السلايد دي بتقول لي ان الاي بي كونكشن ليس بروتوكول. يعني ايه الاي بي كونكشن ليس بروتوكول؟ هو بروتوكول ما مش بيستبلش الكونكشن. يعني ايه استبلش الكونكشن؟ يعني ايه كلمه استبلشنج الكونكشن؟ يعني احدد الطريق اللي انا همشي عليه وبعدين امشي العربيه. ده هو بيبعت العربيه للراوتر والراوتر اللي بيحدد لها الطريق. دي وظيفه الراوتر. فهو فهو بيقول لي الاي بي كونكشن ليس بروتوكول
No dedicated end to end connection is created before the data is sent. ده الكلام اللي انا قلته. ما فيش مسار بيتم تحديده مسبقا قبل ارسال البيانات. Very similar process are sending someone letter through mail. Sender don't know whether or not the destination is present reachable. بيقول بيسميها زي الميل. يعني الميل انت بتبعت الميل وما تعرفش اذا كان الديستنيشن ده فاتح. طب والميل هيوصل ازاي؟ انت بتبعته خلاص. نفس الفكره بتاعت الاي بي بروتوكول. طيب ادي مثال اهو تفصيلي شويه. الاي بي بيعمل حاجه اسمها البيست ايفورت ديليفري، بيعمل اقصى حاجه لعمليه الدليفري. اهو السندر بيحط الاي بي باكت ويبعت الباكت الثانيه والثالثه، بتروح للراوتر، الراوتر بيحدد الروت اللي يبعتها للديستنيشن، ومش لازم كل الباكتس تاخد نفس الروت. فمن الواجد الباكت نمرة 4 توصل قبل 3، ما فيش مشكلة خالص على حسب الروت اللي تم تحديدها ليها. فبيقول ايه؟ Unreliable means that the IP does not have capability to manage and recover from undelivered, corrupted or out of the sequence packets. الباكتس اذا كانت هتبقى missing. مش وظيفة الاي بي ان هو يعمل لها عملية التتبع، دي وظيفة في التي سي بي لاير. الاي بي ميديا اندبندنت برضه من الفيتشرز الشهيره قوي في الاي بي ان هو ملوش علاقه بالميديا، هل هو كابل ولا فايبر اوبتكس ولا وايرلس، دي مش مشكلته يعني. فبيسموها الاي بي اوبريتس اندبندنتلي فروم ذا ميديا ذات كاريرز ذا داتا ات لوور لايرز اوف بروتوكول ستاك. الاكسس للميديا ده مش وظيفه اللاير 3، ده في اللاير اللي تحت اللي هي الميديا اكسس بروتوكولز. فبيقول لك الاو اس اي داتا لينك لاير از ريسبونسبل فور تيكينج اي بي باكيتس اند بريبيرينج ات فور ترانسميشن. ده الكلام اللي بقوله. لاير الداتا لينك لاير اللي هي لاير 2 هي اللي مسؤوله عن هي اللي بقى تتاثر بنوعيه الميديا، انما الاي بي بروتوكول ملوش اي علاقه بالميديا ابدا. طيب اللي هنا هنتكلم على الباكت الاي بي فيرجن 4 باكت وتكوينتها، وبعد كده هنتكلم على الاي بي فيرجن 6 باكت وتكوينتها. تعال نشوف ادي تكوينه الباكت اهي. مكونه من 4 بايت. البايت الاولاني يعني مثلا بيقول لك ايه الاي بي فيرجن باكت هيدر كونسيستس اوف ذا فيلدز كونتين باينري نمبرز، طبعا مجموعه من الباينري نمبرز. النمبرز بيت ايدنتيفاي فيريس سيتنج اوف اي بي باكت. في شويه تظبيطات كده انا بحطها من خلال الباينري نمبرز دي. الهيدرز بقى اللي انا هو بيفهمني ايه تركيبه الهيدر بتاعه الاي بي فيرجن 4، ايه محتوياته. ده معنى كلمه السلايد دي. واعطيني المجموعه اللي محطوط عليها علامه الصح دي، دي الحاجات محتويات الاي بي فيرجن 4 هيدر باكيت هيدر. فيرجن 6 هيبقى ليه اكيد ترتيبه مختلفه. طب تعالى نقرا ايه اللي هو عامله ورسم لي رسمه كده موضح لي الترتيبه بتاعتهم. يمكن مرحله الايدنتيفيكيشن فيها الفيرجن والانترنت هيدر لينس والسيرفيسز، والمرحله اللي بعدها فلاج على التوتال لينس. دي 2 بايت ودي 2 بايت تاني. هو بيقول لي السيجنيفيكانت فيلد انكلود الفيرجن. الفيرجن ده بيسفاي الباكت اذا كانت فيرجن 4 ولا 6 ولا ايه، واللي بعدها الجزء الثاني اللي هو الدي اس او الديفرنشيتد سيرفيسز، ده بيحدد نوع البريوريتي بتاعت كل باكت، مدى اهميتها بالنسبه للباكت اللي قبلها او اللي بعدها، اهميتها عن الباكت. والتي تي ال ده حاجه اسمها تايم تو ليف، ده ليميتس ذا لايف تايم اوف ذا باكت. يعني كل ما بيحصل هوب من راوتر لراوتر التي تي ال ده يقل واحد. فالتي تي ال ده بيحدد، لان ممكن الباكت ما تلاقيش الديستنيشن يعني مثلا بعد 10 هوبز 50 هوبز 30 هوب. فالتي تي ال ده بيحدد لك الماكسيمم نمبر اوف هوبز اللي هو يقل الرقم اول ما يوصل لزيرو. اخر راوتر التي تي ال عنده بزيرو ما يبعتش الباكت دي تاني، يعمل لها ضاي يعني يموتها بقى خلاص. ده اسمه التي تي ال. ده ليميتس ذا لايف تايم اوف ذا باكت ديكريزد باي وانس ات ايتش راوتر الونج ذا واي. يعني كل راوتر تعدي عليه يقلل الـ يعني مثلا البي دي مبعوته للايه عدت على 4 راوتر فقلت 4. طب افرض انها عدت على 255 راوتر وما وصلتش
وما وصلتش للراوتر اللي هي عايزاه او للديستنيشن اللي هي عايزاه، يبقى معنى كده ان هي هتضاي. البروتوكول يوزد تو ايدنتيفاي النكست ليفل بروتوكول، البروتوكول اللي هيتحدد بعد كده، وبعدين السورس اي بي والديستنيشن اي بي. تمام. الاي بي فيرجن 4 ممكن يحصل حاجه اسمها فراجمنت. فبيقول ايه الاي بي فراجمنتيشن ده؟ بيعرفوني ان في بيبقى في الاي بي هيدر، ده الاوريجينال باكيت، ودي البيانات. انت ممكن تقطعهم بقى لثلاثه، فيرست فراجمنتد باكيت، دي السكند، دي الثيرد، وكل واحد ليه ترتيبه معينه، ده البايت الاولاني والثاني والثالث. بس في بيانات بقى، فراجمنتيشن معناه ان ممكن تقطع انت الباكيت الى ثلاث اجزاء، بيبقى في جزء جزء من الـ من الادرس، وجزء ثاني في البيانات او جزء من البيانات، وبيبقى عاده على ثلاث اجزاء، ده بيسموه الاي بي فراجمنتيشن. بيبقوا ثلاثه بالبايتس، بيقول لك الاولانيه بتشيل حوالي 1480 بايت ان ذا داتا فيلد، وده ده الفراجمنت الاولاني، الثاني 1000 برضه 1480، الثالث 1020، على اساس ان الباكت كلها كانت 3980، فبالتالي انت في الفراجمنت الاولاني بعت 1480، الثاني 1480، فاللي هيتبقى 1000 1020. هنا في ايدنتيفيكيشن وفي اوفست، الاوفست ده بيبين ان هو مينينج ذا داتا شود بي انسيرتد ات بيجيننج، بدايه البيانات، وبعدين هنا البيانات بدايه البيانات عند 185 في الباكت الرئيسي المجمع، وهنا بدايه البيانات عند 370. هنا الفلاج واحد معناه ان في فراجمنت تاني، فلاج اتنين معناه ان في فراجمنت تاني، فلاج زيرو معناه ان ده اخر فراجمنت في الباكت، ده بيسموه الاي بي فراجمنتيشن. وادي شكل كده للبيانات اللي انت ممكن تشوفها للباكت هيدر. هنا هيكلمني من اول سلايد 17، هيكلمني على الاي بي فيرجن 6 باكتس، ونفس الفكره اللي احنا تناولناها في الاي بي فيرجن 4 هنتناولها تاني بتركيبه بس مختلفه شويه عن البروتوكول الجديد اللي هو اي بي فيرجن 6. الاي بي هو هنا هيتكلم على الليميتيشن الاول بتاعت الاي بي فيرجن 4، فبيقول ان الاي بي ادرس بتنتهي اكيد، يعني لان هو عدد الاي بي هات هي الاي بي اللي هي بيبقى 32 بيت، فيبقى كل بيت بياخد واحد او زيرو، يبقى عدد الاي بي هات الافيلابل يعني 2 اس 32، وده ما يكفيش اجهزه الكمبيوتر اللي في العالم طبعا. محتاجين نعمل حاجه اسمها انترنت راوتنج تيبل اكسبانشن، لان انت بتتكلم على ديفرنت نتوركس، برضه ليك اند اوف اند تو اند كونكتيفيتي، فانت محتاج النت اللي هو النت ده اللي هو النتورك ادرس ترانسليشن عشان تحول من اللوكال للبابليك. ده عيوب الاي بي فيرجن 4، واللي بيزود النتورك كومبلكستي، لان النت ده هاز extended the life span of IP version 4. ده على فكره النت ده كان احد حلول اللي هو طولت عمر الاي بي فيرجن 4، بتحول من اللوكال للبابليك ومن البابليك لللوكال، ده اسمه النتورك ادرس ترانسليشن. يعني بالاي بي فيرجن 6 المميزات بتاعته ان هو الادرس سبيس زاد من 32 بيت في اي بي فيرجن 4 ل 128 بيت، فبالتالي العناوين زادت، يقدر يركب اجهزه اكتر. الباكت هاندلنج بقت اسهل، حط امكانيات في تصميم الباكت نفسه بقى ابسط، الاي بي فيرجن 4 بقى ابسط طبعا، فبالتالي عمليه الهاندلنج بتاعت الباكتس والاستسلامه بقت اسهل. اليمينيت ذا نيد اوف نت، ما بقاش في بروتوكول اللي هو اللي هي النتورك ادرس ترانسليشن، ده ما بقاش موجود. ففي مجموعه ادريسز، يعني بيقول لك ايه، في صيغه مبرره شويه، زي ار رافلي انف اي بي فيرجن 6 ادريسز فور افري جرين اوف ساند اون ذا ايرث، في عنوان لكل حبه رمل، ده فيها مبالغه ل لو انت شغال اي بي فيرجن 6، هو الاي بي هات عددها كبير.
الاي بي فيرجن 4 سيمبلر ذان اي بي فيرجن 6، قصدي ابسط من فيرجن 4. وهو بتاع فيرجن 4 تركيبته اهي على الشمال، هتلاقي التركيبه بتاعت الاي بي فيرجن 6 ابسط شويه. فبيقول مميزات بقى ان هو بيسمبلفاي الهيدر فورمات، فبيسهل عمليه الباكتس، وبيراعي الهيراركي بتاعت النتوركس، فبالتالي الراوتنج بيبقى اسهل. عنده ميزه برضو ان هو بيدي اوتو كونفيجريشن للادريسز والاليمينيشن بتاع النات، ما بقاش فيه احتياج للنتورك ادرس ترانسليشن. لو بصيت على التركيبتين هتلاقي فعلا الاي بي فيرجن 6 ابسط في التركيبه، والسايز بتاعه اعلى. وهو بقى هيبتدي يتكلم على كل فيلد من الفيلدز دي بتاعت اي بي فيرجن 6 واهميتها. بدا يخش تفصيلي اهو في الفيرجن 6 باكت هيدر، في الفيرجن والترافيك كلاس واخد بايت، وفي البايت الثاني في جزء في حاجه اسمها الفلو ليبل، واللاير اللي بعدها البيلود لينس والنكست هيدر والهوب ليميت، وهنا السورس الهوب ليميت ده كانه زي التي تي ال، وهنا السورس اي بي، وهنا الديستنيشن اي بي. التفاصيل بتاعت كل فيلد منهم موجوده. الفيرجن 4 بيت 6.0.1.1 بتأدنتفاي ان الباكت دي فيرجن 6، بيديك الفيرجن بتاع البروتوكول. الترافيك كلاس ده 8 بيت، ده موضوع الديفرنشيت سيرفيس، ده مكافئ ليه السيرفيس اللي انت شغال عليها. الفلو ليبل 20 بيت، ده بيسجست ذات اول باكتس ذا سيم فلو ليبل ريسيفز ذا سيم تايب اوف هاندلنج راوترز. البيلود لينس 16 بيت، النكست هيدر 8 بيت، ده تفسيرة كل فيلد من الفيلدز في الاي بي فيرجن 6. هنا ده استمرار. الهوب ليميت ده 8 بيت بيريبليس التي تي ال زي ما انا قلت. السورس بتاع الاي بي فيرجن 6 ده في اللير اللي تحت اللي انا بشاور عليه ده 128 بيت بتأدنتفاي الاي بي فيرجن ادرس، والديستنيشن اللي هو الاي بي في 6 الديستنيشن بتاعه. وادي صوره اهي برضو نفس الصوره بس الاستراكشر مختلف بتاع الاي بي في 6 الباكيت هيدر. ازاي بيحصل هنا هنتكلم بقى في الجزء الثاني من المحاضره عن الروت، ازاي بيحصل بيروتس الهوست، ازاي بيعمل عمليه الراوتنج. اهو بيقول لك الهوست فورورنج ديسيشن، في ثلاث انواع من الديسيشنز. بيروت لايت سيلف، لوكال هوست يعني لنفسه، يعني بيقول لك ان امبورتنت رول اوف ذا نتورك لاير از تو دايركت باكيتس بتوين هوستس. الهوست كان سند باكيت تو ايت سيلف لنفسه لاغراض لاي اغراض بقى مينتنس او غيره او لوكال هوست. لوكال هوست ذيس از ذا هوست اون ذا سيم لوكال نتورك، مش على الايت سيلف دي على نفس الجهاز، لوكال هوست على نفس النتورك، ريموت هوست على نتورك تاني يعني بره النتورك بتاعته. دي هتحتاج راوتنج بقى، هتحتاج راوتر اللي هي الريموت هوست. بيقول السورس اوف بتاع اي بي في 4 ادريسز اند سب نت ماسك از كومبيرد وذ ديستنيشن ادريس اند سب نت ماسك ان اوردر تو ديترماين ذا هوست اون ذا لوكال نتورك اون ذا ريموت نتورك. يعني هو بيقول لي الهوست بيبقى عنده ثلاثه ديستنيشنز، انا بتصرف تصرفات معينه على حسب الديستنيشن اذا كان هو نفسه ولا لوكال ولا ريموت. الديفولت جيت واي، ايه الديفولت جيت واي دي؟ اللي هو يعني مثلا الرسمه اللي قدامي دي نتورك، ده الاي بي بتاع الجهاز الهوست، وده السب نت ماسك بتاعته، والجيت واي، جيت واي للجهازين اللي في نفس اللان واحد اللي هو الاي بي بتاع الراوتر بتاعهم اللي هو بيطلعهم على الانترنت، ده بيسموه الجيت واي. الراوتر ده ليه لان اي بي لوكال اي بي وليه وان اي بي. الوان اي بي ده اللي هو يعتبر الاي بي بتاعته على الوان. فهو بيقول ايه بقى؟ الديفولت جيت واي از ذا نتورك ديفايس ذات كان روت ترافيك اوت اوف ذا نتورك، اللي بيطلعك بره النتورك. ات از ذا راوتر ذات روتس ذا ترافيك اوت ذا لوكال نتورك، ده الراوتر بتاع الترافيك. يبقى ده خد بالك ده يعتبر اللان اي بي بتاعهم، بس ده اللي بيطلعهم بره. يعني مثلا ده الجهاز رقم 5
ده رقم 6، انما ده رقم 1 في اللان، فبيعتبر كله بيرمي عليه، وبعد كده هو بينقل على الوان اي بي يطلع على بره. This occurs when the destination host is not on the same local network as the sending host. The default gateway will know where to send the packets using the routing table. هو اللي بيبقى عارف بقى هيبعتها بره ازاي. ال sending host does not need to know where to send the packet other than to the default gateway. هو بيقول ان الهوست ملوش دعوه يبعت للديفولت جيت واي، وملوش علاقه بقى ايه اللي بيحصل. ديفولت جيت واي ده هو الوكيل عنه اللي يبعتها لبره، واذا جات له حاجه هو الوكيل برضه يبعتها. يبقى ده الديفولت جيت واي بتاعته هو. طيب الديفولت جيت واي مثلا وانت بتظبط الاي بي فيرجن 4 في الويندوز، فانت بتحط الاي بي ادرس بتاع الجهاز والسبنت ماسك، وهنا بتاخد الديفولت جيت واي اللي هو الجهاز رقم 1 في الـ في النتورك بتاعتك. فهو بيقول the host routing table usually includes the default gateway address which is the router IP address for the network that host is on. The host receives IP version 4 address for the default gateway from the DHCP or it is manually configured، على حسب انا عامله مانيوال ولا مشغل ال DHCP. Having default gateway بيكريت ديفولت روت، بيحدد بقى ديفولت روت، وبعد كده بيبعت الباكت على الروت ده او على الطريق ده. ادي ده مثال اهو انت في الويندوز الديسبلاي راوتنج تيبل يوزنج حاجه اسمها روت برنت او نت ستارت شرطه روت، فبيدي لك التيبل اللي زي دي فيها الانترفيس ليست اللي هي الماك ادريسز، وفيها الاي بي فيرجن 4 راوتنج تيبل، فيها الراوتنج تيبل اللي انت ممكن تتست عليها. ده الكوماند اللي انت ممكن تطبقه على الجهاز بتاعك، فتعرف الروتس بتاعت الباكس ماشيه ازاي. اخر جزء هنا هيكلمني على راوترز. ايه هي الراوترز؟ يعني شغل على ليه احنا بنحتاج الراوتنج عموما. الراوتر از ريسبونسبل فور روتنج، اختيار الطريق للترافيك بتوين نتوركس. هو ادي دي مجموعه راوتر زي، وكل راوتر مسؤول عن نتورك معينه. ازاي؟ عشان يحدد تو ديتيرماين هاو تو ريتش ذا ديستنيشن نتورك. دي فكره الراوتر. الديستنيشن اوف ذا اي بي باكيت مايت بي ويب سيرفر ان انذر كونتري اور ان ايميل سيرفر او اون ذا لوكال اريا نتورك. مسؤول عن ان هو الراوتر تو ديليفر باكيتس افيشنتلي. الافكتفنس اوف انترنت كوميونيكيشن على اللارج ديجري اوف ذا ابيليتي اوف راوترز تو فورورد باكيتس اون ذا موست افيشنت واي. ده مسؤوليات الراوتر عموما. يعني ادي الراوتر في النهايه ده كمبيوتر مش عايزه كلام، ليه مسار معين. فهتلاقي لي هاردوير ولان وهاردوير وسي بي يو وميموري، وراوتر مسؤول عن ان هو ديترماين ذا بيست باس ويفورورد الباكيتس، يحدد المسار وبعد كده يبعت الباكتس عبر هذا المسار. الراوترز من جوه اهو، ماذر بورد عليه سي بي يو وعليه اوبريتنج سيستمز، بس مش لازم يكون زي الويندوز، ده اوبريتنج سيستم خاص. ودي موجوده في سيسكو 1940 ولا 41. السي بي يو ريكوايرد اوبريتنج سيستم تو بروفايد ذا فاندمنتالز، يعني ان انا محتاج اوبريتنج سيستمز مش لازم يكون ويندوز يعني. بيكلمنا على الراوترات بتاع سيسكو تحديدا يعني. نرجع تاني اهو، دخلني انسايد الراوتر اهو. انا بس ارجع اشوف ده الراوتر، وبدا دي المذر بورد بتاعت الراوتر، وبدا يقول لي ان فيها اكتر من نوع من الريمو، الميموري رام وان في رام نون فولاتايل رام وفلاش ميموري وروم. روم زي اي جهاز بيعمل البوست تيست. الفلاش ده اللي هو بدل الهارد ديسك هيبقى بحط عليه الاي او اس. الاي او اس ده اللي هو الانترنت وركينج اوبريتنج سيستمز، هو الاوبريتنج سيستم يعني. لان في رام نون فولاتيل رام، دي رام عليها الستارت اب كونفجريشن فايلز، يعني اذا قطعت الكهرباء هي عليها باتري صغيره بتقدر تحتفظ بالبيانات اللي عليها. كونفجريشن فايلز بتبقى موجوده عليها. الكونفجريشن فايلز الحاجات اللي انت ظبطتها كيوزر كونفجريشن على الراوتر ده، عاده الستارت اب كونفجريشن فايلز بتبقى متخزنه عليها، ما بتروحش مع قطع الكهرباء والرام العاديه. دي انواع الميموري، ده سؤال مهم ممكن يجي لك في الامتحان. ايه هي
الراوتر ميموريز. نكمل انسايد الراوتر، ادي ده تركيبه داخل الراوتر، في باور سبلاي وكولينج فان زي اي كمبيوتر، وي سي دي رام ونون فولاتايل رام يعني ان في رام وسي بي يو، ومجموعه من الانتجريشن موديولز. بره بقى في مجموعه من البورتس ازاي تكونكت الراوتر ده. بيتكلم على سيسكو 1941 راوتر. باك بلين انكلودز ذا فولوينج بورتس، اي سبيد وان انترفيس عشان توصل بيها الوان، اوكزيلري ده بيبقى ار جي 45 بورت، السوكت بتاعه ار جي 45 عشان اقدر اشتغل ريموت، كونسول بورت عشان اعمل الانيشال كونفيجريشن، ده عاده بيبقى يو اس بي البورت بتاعته. الصوره دي هي مجموعه البورتس، البورتس دي اللي هي السوكتس والبوابات اللي بتخليك تقدر تتصل مع الكمبيوتر او مع الراوتر، كل واحد له وظيفه. جيجا ايثرنت يوزد تو بروفايد لان اكسس باي كونكتنج تو سويتشز، جيجا ايثرنت ده عشان يتوصل بالسويتشز او الاذر راوترز. الكومباكت فلاش سلوتس ليبلد سي اف 0 سي اف 1 يوز تو بروفايد انكريزد ستورج لو انت عايز تزود الاستورج بتاع الفلاش ميموري، ويو اس بي بورت عشان اي اديشنال ستورج يو اس بي عاديه. اللان والوان انترفيسز بيقول لك السيسكو راوتر كونكشن كان بي كلاسيفايد ان تو كاتيجوريز، ان براند راوتر انترفيسز، لان وان انترفيسز، ومانجمنت بورتس يعني حاجات ليها علاقه بالشبكات وحاجات لاداره الراوتر نفسها. في كونسول وفي السكيور شيل فور ريموتلي استابليشنج سي ال اي كونكشن اوفر ذا نتورك، والتلي نت ده از ان انسكيور ميثود فور ريموتلي استابليشنج سي ال اي سيشن ثرو فيرتشوال انترفيس نتورك. دي ال البوت سيت فايلز سيسكو راوترز اند سويتشز ذا لود الاي او اس الاوبريتنج سيستم الخاص بالنتوركينج. فالي ايمج وستارت اب كونفيجريشن رانينج كونفيجريشن موديفايد وين ذا نتورك ادمنستريتور ميك اني تشينجز، طبعا بيحصل اي تغيير لو الادمنستريتور حصل في اي حاجه. يمكن الرسمه دي بيبين لك اتصال الفلاشه اللي هي بدل الهارد ديسك بالرام بالانترفيسز، بيقول لك الاي او اس ايمج بيلود الاي او اس على السيسكو اي او اس، والان في رام بتبعت الستارت اب كونفيجريشن اللي انت عملته على الرام، ويبتدي الراوتر يشتغل على الرام من اثناء ما بيعمل عمليه البوتينج. دي البوت سيت فايلز اللي هي بتظبط عمليه البوتينج او التأمين. البروسيس بتاعت البوت اب بقى بيقول لك ايه الخطوات، زير ار 3 ميجور فيزز تو بوت اب بروسيس اوف راوتر، بي بيرفورم البوست تيست اند لود بوت ستراب بروجرام، نمره 2 لوكيت اند لود سيسكو اي او اس سوفت وير بيبقى موجود على الفلاش ميموري، وبيقيس كوبيد انتو ذا رام فور اكسكيوشن ذا سي بي يو، ريلوكيت اند لود الستارت اب كونفيجريشن دي بياخدها من الان في رام. وادي الفيرجن الاوتبوت اللي انت ممكن شو فيرجن كوماند ديسبلاي انفورميشن اباوت فيرجن اوف سيسكو اي او اس، مقدمه بسيطه على الراوتنج، راوتنج بروتوكولز يعني مش هيتكلم على البروتوكولز بس هو هيتكلم على الراوتنج عموما. الراوتنج راوتر اهو ادي الدايركتلي نتورك، دي الاجهزه بتتوصل بالراوتر، الراوتر بقى بياخد الباكتس يبتدي يبعتها الراوتر تاني يوصلها للديستنيشن، يبقى ده السورس وده الديستنيشن. هو هنا موصف لي بيعرف لي ايه الدايركت كونكتد روتس، ذيس روتس كام فروم ذا اكتف راوتر انترفيس، دايركت كونكتد روتس اللي هو متوصل بيهم اصلا. الريموت روتس بقى الروتس اللي هو مش متوصل بيهم، فبيشوف لهم بيبعتهم لحد تاني عشان يبعتهم لراوتر اخر. الديفولت روت لو هو الباكت دي سنت وين ذا روت داز نوت اكزيست ان راوتنج تيبل، ده بيحط لها في الديفولت روت، لو انت حاطط ديفولت روت وحط في راوتنج تيبل بالظبط يعني. الاي بي فيرجن 4 راوتنج تيبلز بيقول سيسكو اي او اس راوتر ممكن تستخدم الشو اي بي روت كوماند، دي كوماندز انت مستخدمها على الراوتر عشان تشوف ديسبلاي ذا راوترز اي بي فيرجن 4 راوتنج تيبل، عشان اشوف الراوتنج تيبل اللي ليه على الراوتر ده دلوقتي. فادي هو انا اهو عملت على شو اي بي روتس وطلع لي روتس بتاعت الراوتر اللي شغال الراوتنج تيبل اللي شغاله حاليا. دايركتلي كونكتد راوتنج تيبلز وين راوتر انترفيسز از كونفيجرد اند اكتيفيتد،
the following two routes tables entries are created automatically. C identify the network is directly connected and the interfaces is connected when the IP address and activated. L identify that is local interface. This is the IP version interface the routers. يعني إيه اللي هو متخزن فيه directly. ده automatically بيقول لك router interface بيحدد حاجة اسمها C وال ال C ده اللي هو identify network is directly connected and interfaces is configured with the IP address and activated وال L بت identify it is a local interface or not. احنا ناقص سلايد او اتنين. Understanding routing entries. ال D بقى بيقول لك مثلا لو قلت مثلا 10.11.024 identified destination network 90 دي الادمن الادمنستريتف ديستانس، هو يعني واخد مثال تفصيلي لعمليه الراوتنج ومفصل كل واحد عباره عن ايه. ادي اهو ده عايز يبعت كويس 90 دي اللي هي الادمنستريتف ديستانس، والرقم 217 ده اللي هو ريبريزنت الماتريكس فاليو اساين تو ريتش تو ريموت ذا نتورك. لما الفاليو بتاعته تقل ده معناه ان ده البريفيرد روتس المطلوبه. وبعدين الرقم ده النكست هوب والاي بي ادرس تو ذا نكست راوتر، الراوتر اللي هيقفز من ده لده. وبعدين ده التايم ستامب، الروت تايم ستامب، وده السيريال اللي هو ادنتيفاي دي ريبريزنت ذا روت سورس ويتش از هاو تو نتورك ويز ليرند باي ذا راوتر. دي ادنتيفاي ذا روت الاي اي جي ار بي روت اور انهانسد انتيريور، ده راوتنج بروتوكول اللي هو شغال عليه مثال ليه، وده التفاصيل بتاعته. احنا كده خدنا اتكلمنا عن الاي بي النتورك لاير، والملخص المحاضره ان احنا اتكلمنا عن دور النتورك لاير وايه الفرق بين الاي بي فيرجن 4 والاي بي فيرجن 6 وايه الراوترز من جوه تركيبتها ايه وايه فكره تكوين الراوتنج تيبلز، انما ما اتكلمناش عن الراوتنج بروتوكول. وكده المحاضره خلصت، ان شاء الله نكمل في اللاير اللي جاي. شكرا.